إلى شيء من فقه هذا الحديث فليتفضل مشكور. بارك الله فيك وسلمك الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فكما تفضل الشيخ عمرو حفظه الله أبو محمد بأن هناك حديث بل أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة، وزيد في بعض طرقها ليلبسهما معا أو ليخلعهما معا. وهذه الأحاديث من ناحية الثبوت والصحة صحيحة بلا ريب ولا شك في ثبوتها وصحتها. هناك حديث آخر مفاده أن النبي كان إذا انقطع نعله مشي في نعل واحدة حتى تصلح الأخرى له، فظن بعض الناس أن الأخير ناسخ للأول، ولا يتأتى هذا لأمر، وهو أن من شروط النسخ تكافؤ الطرق. وما معنى تكافؤ الطرق؟ أن يكون هذا الحديث في قوة هذا الحديث، لكن الأمر هنا ليس كذلك. هذا الأخير أن النبي كان يمشي في نعل واحدة ضعيف الإسناد جدا، فلا يقاوم ثابت الإسناد الواضح الثابت فعليه لا نسخ، بل هذا الأخير مطرح، هذا الأخير مطرح فعليه لا يتم النسخ في هذه المسألة لعدم تكافؤ الطرق. فالطريق الصحيح تقدم هنا، والطريق الضعيفة لا يعبأ بها ولا يعتبر بها، فلم يثبت عن النبي ذلك، أعني أنه مشى في نعل واحد. ولكن